في الجزء الثالث من الانفنتوري مانجمنت هنتكلم عن الري اوردر بوينتس وهنتكلم عن البروبابلستيك مودلز. اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت عن الايكونوميك اوردر كوانتيتي ودي كانت بتعالج مشكله هنطلب قد ايه. في المره دي هنكتشف احنا هنطلب امتى. النقطه اللي عندها هبدا اعمل ري اوردر تاني للمخزون بتاعي عشان اعمل ريبلانشمنت او تجديد للمخزون لمستويات المخزون اللي عندي. النقطه دي عشان تحددها الموضوع مش سهل، لان احنا هندخل دلوقتي زي ما هنشوف في البروبابلستيك مودلز او النماذج الاحتماليه. ليه عندنا بروبابيليتي وليه عندنا نماذج احتماليه؟ لان احنا بنعيش في عالم من الانسرتينيتي، مفيش فيه حاجه يقينيه، كل حاجه فيه بتتغير كل يوم عن التاني، وما ينفعش انت تفضل ثابت وقدامك عالم بيتغير. عشان كده لازم السبلاي تشين تعدل الاستراتيجيه بتاعتها عشان تقدر تتعامل مع الانسرتينيتي. والحقيقه ان الانسرتينيتي موضوع كبير جدا بيدرس في السبلاي تشين في كل تفصيله من تفاصيل البلاننج وفي الاكسكيوشن كمان. وهنشوف ازاي هنقدر نمانج الانفنتوري مانجمنت اندر انسرتينيتي. ولما يبقى عندك انسرتينيتي او عندك ريسك فانت محتاج تعمل حاجه من الاثنين، اما انك تقلل الريسك او الانسرتينيتي اللي موجوده قدامك، واما انك تبفر اجينست انسرتينيتي. هنفهم الكلام ده كله كمان شويه. الري اوردر بوينت هي التوبيك رقم واحد. الايكونوميك اوردر كوانتيتي قلنا ان هي بتعالج هاو ماتش. الري اوردر بوينت هتقول لي وين تو اوردر. هنفترض معانا النوتيشن ان ال هو الليد تايم، الفتره ما بين ان انا بعمل اوردر وان انا بستلم الاوردر في المخازن عندي. الري اوردر بوينت هتساوي الديماند بير داي، الطلب في اليوم الواحد، مضروبه في الليد تايم بير دايز، عدد ايام اللي بيستغرقها الاوردر عشان يجيلي. النوتيشن بتاعتها هتبقى دي في ال. طيب انا هجيب الطلب خلال اليوم ازاي؟ انا ممكن سالت الديماند بلانر عندي في الشركه، قال لي ان هو بيعمل فوركاستنج لمده سنه كامله وهو ده اللي موجود عنده، ما يقدرش يجيب اليوم الواحد، وده منطقي. الكوفيشنس اوف فاريشن هيبقى عالي قوي لو جه يعمله ليوم واحد، وصعب ان هو يعمل فوركاستنج ليوم واحد يعني لو انت شغال اونير لبيزنس. فانت هتاخد الديماند اللي هو جابه لك في السنه على عدد ايام السنه اللي موجوده عندك. انت بتشتغل 360 يوم، 365 يوم في السنه ما عندكوش اي ايام اجازه، 24 ساعه في الاسبوع، 7 ايام في الاسبوع، مفيش عندك اي مشكله خالص. اوكي بتشتغل ايام اقل من كده، المهم ان انت تحسب عدد ايام العمل بتاعتك وتحط الديماند السنوي على عدد ايام اللي انت بتشتغل فيها، هيطلع لك الديماند بير داي، تضربه في الليد تايم يطلع لك بالظبط الري اوردر بوينت او النقطه اللي لما المخزون يوصل عندها تبدا تعمل اوردر تاني. لو فاكرين الشكل ده من المحاضرة اللي فاتت، وهيجي حاجة اسمها السوتو دايجرام اللي هو بيبقى طالع التاني كده أول ما تعمل ريبلانشمنت، وبعدين المخزون يفضل يستهلك يستهلك يستهلك، وبعدين بتعمل أوردر تاني بتروح مستويات المخزون تطلع وهكذا. وقلنا ده بيوضح البيهيفير في انفنتوري. أنت عندك كيو ستار اللي هي الكوانتيتي بتاعتك بتطلبها كل مرة، بيجي خلال الوقت بيتم استهلاك الانفنتوري اللي عندك لحد ما بتيجي في نقطة معينة هنا وبتعمل ري اوردر تاني. النقطة دي بتساوي الليد تايم زي ما احنا شفنا في المعادلة اللي قبل كده. على حسب الليد تايم ده بتروح طالب تاني عشان يوصل لك المخزون في الفترة اللي انت عاوزها بالظبط، الستوك بتاعك يوصل لمستويات عالية وتبدأ تستهلك منه وهكذا من غير أي مشكلة. الاسلوب المقصود بيه هو معدل تناقص المخزون عندي خلال اليوم قد ايه. هل بينقص مني 100 وحدة كل يوم يعني بيتباع؟ هل بينقص 50 وحدة؟ المهم انك لازم تحدد المعدل ده بالظبط. خلينا نشوف مثال. احنا عندنا 8000 ايبود خلال السنة، ده الديماند اللي عندي، ده الماركت ديماند، و250 يوم في السنة، ده الايام اللي انا بشتغل بيها، والليد تايم ممكن يبقى 3 ايام، 3 ايام عمل، وممكن يبقى 4 ايام. الخطوة رقم واحد زي ما احنا عارفين ان احنا نحول الديلي الانيوال ديماند للديلي ديماند، الطلب السنوي لطلب شهري، والطلب اليومي اسف بيساوي بيساوي الطلب السنوي على عدد ايام السنه اللي انا بشتغل فيها، وهنا حدد لي ايام السنه 250. لو هو مش هتهيألك فانت محتاج انت تحددها بنفسك في شركتك. 8000 على 250 يساوي 32 وحده بيتم استهلاكهم خلال اليوم. كده بسيط، اقدر احدد اللي طيب اضرب 32 في 3 او 32 في 4. 32 في 3 96،
32 في 4 128، وده مانجمنت ديسيشن ان هم يستخدموا الاثنين دول، او بالاصح سبلاي تشين ديسيشن، وهنشوف ازاي دلوقتي. بعد ما انت شفت الري اوردر بوينت، محتاج تشوف البرودكشن اوردر كوانتيتي، هو تنويع من الايكونوميك اوردر كوانتيتي. دلوقتي احنا كنا بنتكلم عن الايكونوميك اوردر كوانتيتي، ان هو بيخلي الاوردرنج كوست تساوي الهولدنج كوست، تكاليف الاحتفاظ بالمخزون تساوي تكاليف الطلب، لان ده عند النقطه دي تكليف الكليه عندي بتاع المخزون بتبقى اقل ما يمكن. طيب ايه اللي هيحصل لو انا عندي برودكشن ريت اعلى من الكوانتيتي اللي انا بطلب من الديلي ديماند؟ عند معدل الانتاج بينتج اعلى من طلب السوق، هل هيبقى نفس كميه الطلب اللي موجود عندي ولا هتبقى مختلفه؟ اعتقد ان هتبقى مختلفه، لان مستوى المخزون اللي هيبقى عندك هيبقى اقل او هيبقى ازيد. فانت محتاج بغض النظر انك تحسب ايكونوميك اوردر كوانتيتي بيزد اون برودكشن. لو انت عندك منشاه انتاج هتتغير المعادله مش كتير، ده اللي احنا عارفينه، الهولدنج كوست بتساوي الافريج انفنتوري ليفل في الهولدنج كوست بير يير. ولكن اللي هيتغير عندنا هنا هو الماكسيمم انفنتوري ليفل، لان ده هيشوف التوتال يونتس بروديوسد ديورينج برودكشن ران ناقص التوتال يوزد ديورينج ذا برودكشن ران، يعني معدل الانتاج خلال دورة الانتاج ناقص معدل الاستهلاك خلال دورة الانتاج، البرودكشن ناقص الديماند. خلينا نفهم بمثال عشان الموضوع ده يبقى واضح، مش عايزين نخش في الحسابات وازاي ده جه وازاي ده حصل عشان ما نخليش الموضوع معقد اكتر شويه، ولكن الفكره انك بتحسب الايكونوميك اوردر كوانتيتي، الهولدنج كوست بتساوي الاوردرنج كوست. الهولدنج كوست هنا هتختلف، لان انت هتضربها في نسبه معدل الطلب على ان معدل الانتاج، والنسبه دي هتضربها في نسبه تكلفه الاحتفاظ بالمخزون، هو واحد ناقص النسبه دي، فمعدل المخزون عندك هيختلف. معنى كده انك ممكن تطلب كمية اكبر او كمية اقل. خلينا نشوف دي المعادلة اللي احنا هنستخدمها في النهاية. ال Q star for B يعني ال economic order quantity for production او ال economic production quantity هتساوي الجذر التربيعي ل 2 الطلب السنوي D في تكلفة ال order S على ال H. لحد دلوقتي دي economic order quantity مفيش فيها اي مشكلة، بعمل تريد ما بين الاوردرنج كوست والهولدنج كوست. اللي زاد عليها ان انا ضفت واحد ناقص الديماند ريت على البرودكشن ريت. ليه؟ زي ما قلنا عشان احدد انا هيبقى عندي مستوى مخزون قد ايه بالظبط، واعرف الكيو اللي هتبقى عندي قد ايه. ده المثال اللي هيوضح لنا كل حاجه. الطلب السنوي يساوي 1000، تكلفه الاوردر يساوي 10 دولار، الاحتفاظ بالمخزون للوحده الواحده يساوي 50 سنت. لحد دلوقتي انا ممكن احسب ايكونوميك اوردر كوانتيتي عادي خالص، واتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين المعادله بتتكلم ازاي. ولكن اللي زاد عليا ان انا عندي برودكشن ريت وديماند ريت، معدل الانتاج اليومي 8 وحدات، معدل الاستهلاك اليومي 4 وحدات. فبنطبق القاعده اللي هي فيها البرودكشن اوردر كوانتيتي 2D على S على ال H في 1 ناقص الديماند على البرودكشن، اوكي؟ ولما تيجي تحسبها هتطلع معاك وتعوض القيم 2، اوكي؟ دي اللي هي 1000 اهي اللي هي الديلي ديماند، اس اللي هي تكلفة الطلب الواحد 10، يبقى 2 في 1000 و10 على 0.50 اللي هو تكلفة الاحتفاظ بالمخزون، في 1 ناقص الديماند على البرودكشن 4 على 8، مظبوط كده؟ اللي هو هيطلع معاك في النهاية 282.8، ولما قربتها طلعت معاك 283. واتمنى انك تكون فاهم البرودكشن اوردر كوانتيتي ولا تشكل اي مشكله بالنسبه لك. ده هنا بيعيد نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، مش مشكله خالص. احنا اتكلمنا برضو وقلنا في الاسامبشنز بتاع الايكونوميك اوردر كوانتيتي ان انت الديسكاونتس ار نوت ابليكابل، مش ممكن تعمل ديسكاونتس على الكميه اللي انت بتطلبها. فكنا بنفترض ان تكلفه المنتج ثابته، وعلى اساسها تكاليف الاحتفاظ بالمخزون وتكاليف الطلب بتبقى ثابته، او النسب بتاعتها بتبقى ثابته. لكن دلوقتي انت هيجي لك ديسكاونت، فده واحد من الاسامبشنز اللي انت بتخسرها هنا. ازاي هتتعامل لما يجي لك ديسكاونت بمعادله الايكونوميك اوردر كوانتيتي؟ كل حاجه هتتغير.
دلوقتي السبلاير قال لك انت لو اشتريت مني لحد 999 يونت مفيش اي ديسكاونت، وهتاخد بالسعر اللي هو $5. ولو اشتريت اعلى لحد 1999 يونت هتاخد 4% ديسكاونت، والسعر هيبقى $4.80. ولو اخدت 2000 فيما فوق هتاخد 5% ديسكاونت و4.75. ازاي هتحسب الايكونوميك اوردر كوانتيتي؟ الكمية اللي تحقق لك اقل تكاليف في ادارة المخزون. زي ما احنا عارفين المعادلة بتاعتنا Total Annual Cost بتساوي Setup Cost بلس Holding Cost بلس Product Cost، والـ Economic Order Quantity بتساوي المعادلة بتاعتنا 2DS على الـ I اللي هي الـ Inventory Holding Cost في الـ B اللي هي الـ Product Cost، والجذر التربيع ليها. الـ Quantity Discount Model الخطوات اللي انت هتاخدها، انت هتحسب Economic Order Quantity لكل Discount Model وبعدين هتقارنهم ببعض وهنشوف ازاي دلوقتي احسن من الكلام. ده جرافيكال ريبريزنتيشن بيوضح لك الكيرف بتاع كل كوست ماشي ازاي، ولو لاحظنا هتلاقي الاختيار رقم 2 ده اللي هو اقل كيرف تقريبا، بس خلينا نشوف لما نيجي نحسبها بالحسابات هتبقى عامله ازاي. احنا عايزين نحسب الموضوع بدقه. ده الموضوع بسيط خالص، حسب كيو ستار او الايكونوميك اوردر كوانتيتي لكل سعر. طبعا السعر اللي اتغير معايا هو الهولدنج كوست، تكلفة الاحتفاظ بالمخزون. هنا كانت 5، هنا كانت 84، هنا كانت 4.75. اخد 4% هنا ديسكاونت، وهنا اخد 5% ديسكاونت، ولكن انت واخدهم عند ليميت معين، هنا فوق الالف وحدة وهنا فوق الالفين وحدة. بالظبط ده اللي حصل، انت عدلت المعادلة عندك لألف والناتج عندك لألفين. بس كده؟ لا مش بس، بتحسب التكاليف الكلية. احنا اتفقنا مع بعض ان التكاليف الكلية بتساوي ايه؟ بتساوي البرودكت كوست اللي هي اليونت مضروبة في الكمية، زائد الانيوال هولد اوردرينج كوست، اوكي، زائد الانيوال هولدرينج كوست، وبتحسب التلاتة مع بعض، وهتلاقي اللي هيتغير معاك هنا هو سعر المنتج الكلي، هنا من 25,000 ل24,000 ل23,750. لو انا قارنت بيزد اون السعر لوحده زي ما بيعمل مثلا مسؤولين المشتريات في شركات كتير، لو انا قارنت على السعر لوحده اقول اه الاختيار رقم 3 بيساوي 23,750، فاذا هو ده الاختيار الافضل بالنسبه لي، والمفروض انا كشركه استغل البورشز باور بتاعتي واشتري كميه اكبر عشان اوفر في التكاليف. ولكن لما تضيف ليها تكاليف المخزون هتبص تلاقي المعادله اتغيرت تماما. تكلفه الاوردر هيبقى 350، والهولدنج كوست هتبقى 350، تكاليف الكليه في الاختيار رقم 1 25,700، تكاليف الطلب في الاوردر في الكميه رقم 2. طب ليه تكاليف الطلب هنا اتغيرت؟ لان انت طلبت كميه اعلى، انت بدل ما تطلب 700 طلبت 1000، فاصبح عدد المرات اللي هتطلب فيها اقل، فتكلفة الاحتفاظ أو تكلفة الطلب معاك اتغيرت من 350 ل245، وتكلفة الاحتفاظ بالمخزون زادت. ده منطقي لأن أنا زودت كمية الطلب، فأنا بحتفظ بكمية أكبر وبطلب عدد مرات أقل، عملت التريد أوف ما بين الأوردرينج كوست والهولدنج كوست، وطلع معايا في النهاية 24,725، أقل تقريبا بألف دولار عن الاختيار رقم 1. والاختيار رقم 3 خلى معايا الأني والأوردرينج كوست قليلة جدا، 122,000 و122.5 دولار. ولما تيجي تشوف دول هتلاقيهم تقريبا نص الاختيار اللي قبله، ولكن لما تيجي تشوف تكاليف الاحتفاظ بالمخزون 950 دولار، زادت تقريبا الضعف عن الاختيار اللي قبله، وادى معايا لتكاليف كلية 24,822.5. طبعا ده ممكن تقولها 24 مليون او 24,000، ده مجرد اكزامبل، وده اللي انت بتعمله عندك في حالة ان انت جالك ديسكاونت، وده اللي بيحصل معانا كلنا في عملية الشراء. إذن الاختيار رقم 2 هو الفايز معانا. احنا اتكلمنا في البداية وقلنا لو احنا عندنا probability وعندنا احتمالية، احنا بنعيش في عالم من الانسرتينيتي، ولازم بطريقة ما أو تانية نقدر نكاركترايز الانسرتينيتي دي. ولذلك في الانفنتوري مانجمنت أكتر الحاجات اللي بتتعامل معاها في الانسرتينيتي هي السيفتي ستوك. السيفتي ستوك ده هو اللي بيحميك من الفلكشويشنز أو التقلبات في الديماند. السيفتي ستوك هو اللي بيحميك من إن أنت يبقى عندك ليد تايم متغير،
وهنشوف دلوقتي الاسامبشنز اللي احنا كنا قلناها في البدايه واحنا بنفقدها. نذكر بيهم تاني، الاسامبشنز بتقول ان الديماند ثابت ما بتغيرش خلال فتره، الليد تايم ثابت، اوكي، الديسكاونتس مش ابليكابل، مفيش عندك برودكشن ريت، كل حاجه ثابته. بدانا دلوقتي نخسر واحد من الاسامبشنز دي، وقلنا لو الكوست اتغيرت او لو الديماند اتغير وخليناه 1500 لو فاكرين في الفيديو، لقينا ان مفيش اي حاجه اتغيرت، حاجات بسيطه جدا، مجرد 2% رغم ان الطلب زاد يعني النص تقريبا، بس ما حصلش اي تغيير. وشفنا لما يتغير وجالي ديسكاونت فانا بتصرف على اساسه ازاي، ولو انا عندي برودكشن فانا بتصرف على اساسه ازاي. لما يكون عندي بقى طلب انا مش متوقع التغيير بتاعه قد ايه، او ليد تايم انا مش متوقع التاخير بتاعه قد ايه، ازاي هقدر احسب الانفنتوري كوانتيتي المظبوطه اللي تقدر تخلي ما يحصلش عندي ستوك اوت. فهنا بندخل الكونسبت بتاع السيفت ستوك او مخزون الامان، وده بيحصل لما الديماند بيبقى عندك مش كونستنت او سيرتن، بتستخدم مستوى من السيفت ستوك عشان تحمي نفسك. ولكن بس زي ما هنشوف مش مجرد الديماند، انت لو الصلاي عندك او الامداد مش ثابت هتبدا تستخدم السيفت ستوك. والمعادله بتاع الاوردر بوينت هتقول ايه؟ الديماند بير داي في الليد تايم زائد السيفت ستوك، يبقى اذا اللي دخل علينا جديد هو السيفت ستوك. وهنشوف دلوقتي هنحسبه ازاي. الشكل اللي قدامنا هو probabilistic demand، طلب ولكن احتمالي، يعني انا مش عارف قد ايه هيتم الاستهلاك عندي. وحددت الريوردر بوينت عندي بناء على الطلب العادي اللي هو الديماند during lead time 350، ولكن ضفت ليها حاجه جديده اللي هي السيفتي ستوك، وهنعرف كمان شويه السيفتي ستوك ده بنحدده ازاي. ممكن اقل استهلاك عندي خلال وقت الريبلانشمنت، يبقى جاي على حد رأيي يبقى اقل حاجه، وممكن اقصى احتماليه تبقى ان انا استهلك ازيد من المعدل اللي انا متعود عليه على طول اللي هو هنا بالظبط. لكن في الغالب اللي بيحصل ان بيجيلي الطلب موجود عند النقطه اللي انا محددها ومش هحتاج السيفتي ستوك، عشان كده هو اسمه سيفتي in case of any change. ولما تيجي تشوف الموضوع بيتكلم او ماشي ازاي distribution بتاعه، هتلاقيه ماشي normal distribution with a mean of 0 and standard deviation of 1. ودي حاجة في الاستاتيستكس بتقول ان انت عندك احتمالات كتيرة، لان انت عندك ال variables continuous، يعني انت بتحسبش حاجة ثابتة. مثلا في discrete number of variables بيقول انت هتحسب مثلا عدد النساء، او هتحسب كم مرة هيحصل لما تقلب مثلا عملة، كم مرة هتيجي ملك وكم مرة هتيجي كتابة. دي ديسكريت، في كل مرة هحسب الاحتمالية بتاع الملك او الاحتمالية بتاع الكتابة لما اجي اقلب عملة. ولكن الكونتينيوس فاريبلز بقدر احسب خلال فترة زمنية الاحتمالية عندي هتبقى عاملة ايه. مثلا خلال فترة زمنية زي الفترة دي مثلا، هل هيبقى عندي ستوك اوت ولا لا، وبناء عليها هقرر اذا كنت هحتاج سيفتي ستوك ولا مش هحتاجه. الريوردر بوينت بالنسبه لي هتساوي الديماند ديورنج ليد تايم زائد زي في السيجما ديورنج ليد تايم، السيجما اللي هي الستاندرد ديفيشن، اوكي، اوف ديماند ديورنج ليد تايم. الزي اللي هي مستوى خدمه العملاء اللي انا مستهدفه، وهنعرف كمان شويه ده هيطلع ازاي. دي فكرة النورمال ديستريبيوشن، انت عندك مين او متوسط بيتم طلبه، وعندك انحراف معياري موجود اللي هو بتبقى تقريبا هنا واحد سيجما، هنا اتنين سيجما مثلا، هنا تلاتة سيجما، وهكذا. يبقى كده مع بعضهم تلاتة وتلاتة سيكس سيجما. السيجما هي الستاندرد ديفيشن، الانحراف المعياري، وانا عايز اعرف المخزون اللي عندي هيكفيني فترة قد ايه بحيث ان انا اوصل عندي لمستوى 95% خدمة عملاء. يعني ايه 95% خدمة عملاء؟ يعني ابقى 5% بس ستوك اوت، ما يبقاش عندي مخزون. نوضحها بمثال، لو انا خلال الوقت اللي بيجي لي فيه الاوردرات عندي طلب 100 وحدة، انا عايز اوفي من الطلبات دول 95 وحدة عشان ابقى عندي مستوى خدمة عملاء 95%. هو ده اللي احنا كنا بنقوله، انت طالما 95% خدمة عملاء
واحد ناقص 95 يبقى كام؟ 5%. نشوف مثال عشان نوضح بيه النقطة دي كلها. النوتيشنز الجديدة اللي عندنا هتبقى الميو، عاملة زي حرف اليو كده ولكن فيها شرطة تحت. الرموز دي كلها إغريقية اللي بتستخدم في الاستاتستكس في الحساب. الميو اللي هو الأفريج، وهنا قال لك الأفريج 350. السيجما اللي هي الستاندرد ديفيشن اوف ديماند ديورنج ليد تايم، ستاندرد ديفيشن اوف ديماند ديورنج ليد تايم 10. الزي او مستوى خدمه العملاء 5% ستوك اوت بوليسي، يعني سيرفيس ليفل 95%. فهو موجود عندي الديماند ديورنج ليد تايم هتساوي او الري اوردر بوينت هتساوي الديماند ديورنج ليد تايم زائد السيفت ستوك. عايز ابدا احلل المعلومات اللي عندي عشان اطلع منها بري اوردر بوينت. اولا انا محتاج احول ال 95% دي لرقم عشان اضربه في العشرة، 95% اللي هي تبقى الزي، في رقم عشان اضربه في العشرة، العشرة اللي هي ايه؟ الستاندرد ديفيشن اوف ديماند ديورنج ليد تايم اللي هو الترم التاني ده. ولو ضربت الاتنين دول في بعض وهجمع عليهم الديماند ديورنج ليد تايم متواصل الطلب خلال الليد تايم، فانا يبقى كده عندي الري اوردر بوينت. أنا هنا قال لي إن المحققات اللي موجودة، أي كتاب statistics أو أي كتاب إحصاء بتلاقي فيه جدول في النهاية اسمه الزي تيبل، بيقول لك إن 95% دي بيقابلها كام؟ والفكرة إنك عشان تطلع الـ 95% هتعمل حاجة تحولها من إكس فاليو لزي فاليو، اللي هي تبقى الإكس ماينس الميو على السيجما. المهم في النهاية إن 95% بتبقى 1.65. في كتب جاهزة وفي صور بتلاقي فيها يقول لك 95% تساوي كام؟ يعني هنا مثلا 1.65، 93% تساوي كام؟ 92% تساوي كام؟ لو مش عايز تدخل نفسك في تفاصيل التعقيد بتاع الاستاتستكس ممكن تاخد الجدول ده ويبقى معاك كويس جدا مفيش فيه اي مشكلة. فعايزين نبدأ نحل بقى. بنطلع السيفت ستوك اللي هو demand during lead time في الستاندرد ديفيشن اوف ذيس ديماند في ال في معامل خدمة العملاء. معامل خدمة العملاء عندي 95%، حاولنا بقى 1.65 في العشرة اللي هو الستاندرد ديفيشن اللي احنا حددناه فوق يساوي 16.5. الري اوردر بوينت 350 زائد 16.5 يبقى 366.5 او 367 تقريبا. في النموذج اللي فات احنا افترضنا ان الديماند عندنا متغير. في النموذج ده هنفترض حاجة تانية. انت ممكن يبقى عندك طلب متغير زي ما احنا شفنا من شوية، ممكن يبقى عندك ليد تايم متغير زي ما هنشوف دلوقتي، وممكن يبقى عندك الاتنين متغيرين الديماند والليد تايم، وده الواقع الاغلب اللي كلنا ماشيين فيه. ولكن عشان نوصل للمرحلة دي لازم نشوف كل مرحلة ايه اللي بيحصل فيها. لما يكون الديماند عندي فاريبل والليد تايم ثابت هعمل ايه؟ هضرب الستاندرد ديفيشن اوف ديماند في الليد تايم. الستاندرد ديفيشن لما تلاقي دي سمول كده يعني الستاندرد ديفيشن اوف ديلي ديماند، ستاندرد ديفيشن اوف ديماند بير داي، ومش هضربه في عدد الايام. يعني مثلا انا عندي في اليوم الستاندرد ديفيشن بيساوي 10، فانا عندي 10 ايام ليد تايم، فانا هقول 10 في 10 يساوي 100 ويبقى هو ده السيفت ستوك. لا طبعا الموضوع ما بيتحسبش كده، انت بتاخد الجذر التربيعي العشرة وبتضربها في العشرة. اوكي هنشوف مع بعض ازاي بمثال. average daily demand distributed normally 15 normal distribution والليد تايم ثابت يومين والستاندرد ديفيشن اوف ديلي ديماند 5 وعندي سيرفيس ليفل 95%. تاني بيقول لي من الملحقات ان 90% يساوي 1.28. الري اوردر بوينت هتساوي 15 اللي هو معدل الطلب اليومي في 2 اللي هو الليد تايم، اوكي، زائد السي في الستاندرد ديفيشن اوف ديماند ليد تايم، السي اللي هي 1.28 تمام، اوكي، في 5 اللي هو الستاندرد ديفيشن. انا عندي الليد تايم ب2 وده الستاندرد ديفيشن بتاع الداي يعني باليوم. هحول ازاي من يوم ليومين؟ مش هضرب في 2، قلت لا، قلت هضرب في الجذر التربيعي ل2. يبقى هتبقى 15 في 2 30، 1.25 في 5 في الجذر التربيعي ل2 هتبقى 9.2 من 100، 30 يبقى 39.2 من 100 يعني تقريبا 39.
نموذج تاني من النماذج الاحتمالية إن الليد تايم اللي فاريبل ولكن الديماند عندك ثابت. إحنا افترضنا إن الديماند متغير، لكن دلوقتي الديماند ثابت مفيش أي مشكلة، الليد تايم أو الترانزيت تايم هو اللي متغير. وزي ما قلنا المعادلة الأولى دي الديماند ديلي في الأفريج دي ليد تايم إن دايز ده هيفضل ثابت، اللي أنا بحاول أغيره هو المعادلة التانية بتاع السيفتي ستوك. نشوف مثال ليها على طول. الديلي ديماند ثابت 10، اكتب لي جنبه كونستنت ثابت. الافريج ليد تايم 6، ولكن في والله يوم ستاندرد ديفيشن، يعني ممكن يبقى 6 ايام 7 ايام او 5 ايام. فانا عايز اعرف اوكي احدد ازاي السيفت ستوك بناء على سيرفيس ليفل عندي 98% مستوى خدمه العملاء. طبعا عشان تحدد مستوى خدمه العملاء في اكتر من طريقه، في حاجه اسمها الكوست بير ستوك اوت ريفند، في حاجه اسمها الكوست بير ايتم شورت، في حاجه اسمها ايتم في الريت او سايكل سيرفيس ليفل، ولكن غالبا هي بتحدد من قبل المانجمنت سبلاي تشين مانجمنت. بيقول ان احنا عايزين سيرفيس ليفل 98% او 95% بناء على تحليلات واناليسيز والى اخره. 98% لما بصينا في الجدول لقينا ان بيقابلها 2.055. الريوردر بوينت عندي هتساوي ايه؟ 10 وحدات خلال اليوم في 6 ايام الليد تايم زائد 2.055 اوكي مستوى خدمة العملاء في 10 وحدات في اليوم الواحد اللي هو الستاندرد ديفيشن اوف ديماند. هنا ما بضربش في الجذر التربيعي، انا بضرب في اليوم الواحد. ليه؟ لان الليد تايم عندي هو اللي متغير مش الديماند. هتبقى 60 زائد 20.55 يبقى 80.55 او 81. هو ده النموذج اللي احنا عايزين نوصله لما يكون عندك الاثنين الديماند والليد تايم متغيرين. ازاي هتقدر تمانج الانفنتوري مانجمنت اندر انسرتينتي اوف ديماند اند انسرتينتي اوف ليد تايم، الاثنين متغيرين. ازاي احسب المعامل الاخير ده اللي هو السيفتي ستوك، الزي مستوى خدمه العملاء في السيجما ديورنج ليد تايم، ستاندرد ديفيشن اوف ديماند ديورنج ليد تايم. ولما تيجي تشوف المعادله هتلاقيها طويله شويه، صحيح ممكن تبقى معقده ولكن مع الوقت هتبص تلاقيها معادلة سهلة جدا. والمعادلة الطويلة دي بتجيب الجزء اللي هو ده بالظبط، ما بتجيبش أي حاجة تانية غير الجزء ده. التاني كله احنا عارفين بيجي ازاي، average demand daily في average lead time زائد مستوى خدمة العملاء. احنا عايزين دلوقتي نحدد ال standard deviation of demand during lead time. هجيب ال average lead time العادي اللي هو ال lead time ال given اللي بيجيلي في الـ variance of demand. الـ variance يعني الـ standard deviation تربيع، الـ variance of demand daily demand لأن في تحت دي small، زائد الـ average daily demand squared الطلب اليومي ولكن تربيع في الـ standard deviation of lead time squared يعني الـ variance of lead time. وأنا عارف إن هي معادلة ممكن تبقى شكلها معقدة في البداية ولكن الموضوع بسيط خالص. ده المثال اللي هيوضح لنا كل حاجة. probabilistic example ده الواقع اللي احنا بنقابله كل يوم، عندك demand متغير وليد تايم متغير، والسؤال هو ازاي انا هبدأ احسب safety stock اللي هيعمل لي buffer against uncertainty. بيقول لك ال average daily demand normally distributed يعني مش ثابت 150، standard deviation of daily demand لان دي small اهي 16 اوكي. الافريج ليد تايم 5 ايام نورمالي ديستريبيوتد يعني مش ثابت برضه. الستاندرد ديفيشن اوف ليد تايم 1 يعني ممكن يبقى 6 ايام ممكن يبقى 4 ايام وكده. خدمه العملاء يساوي 95، لما جينا نجيب من الجدول 95 تساوي 1.65. الري اوردر بوينت عندي هتساوي كام؟ هتساوي 150 في 5 اللي هو الليد تايم زائد 1.65 في الستاندرد ديفيشن اوف ديماند ديورنج ليد تايم. ده اللي انا محتاج اطلعه. وهنطلعه ازاي؟ قلنا هنضرب الليد تايم الافريج ليد تايم العادي خالص اللي هو 5 ايام في الستاندرد ديفيشن اوف ديماند سكويرد اللي هو 16 تربيع اهو زائد 150 سكويرد ده اللي هو الافريج ديماند ديلي ديماند سكويرد في الستاندرد ديفيشن اوف ليد تايم سكويرد في 1 سكوير. واتمنى ان الموضوع ده بالنسبة لك يكون سهل
ومش محتاج تعقيد. وقف الفيديو وعيده أكتر من مرة وتأكد إنك فهمته. المهم في النهاية لو ضربت المعادلة دي عندك على آلة حاسبة كبيرة بتاع الستاتستكس أو على شيت إكسل، هيطلع لك في النهاية 1044 باك، اللي هو المعادلة دي كلها أوكي في 1.65 زائد 150 في 5، يطلع تقريبا 750 زائد 254، اللي هو تقريبا يطلع 1004 باك. احنا كده انتهينا دلوقتي من البروباليستيك مودلز والستاندرد ديفيشن والكلام ده كله، وكنا بنتكلم على انفينيت تايم هورايزون. يعني انفينيت يعني الطلب عندي بيتم استهلاك خلال السنه كل يوم، مفيش اي مشكله خالص. احنا كنا بنفترض ان في ديلي ديماند، طلب يومي، ومعدل الطلب اليومي ده عرفنا نحسبه ازاي. طب ماذا لو كان عندي الانفنتوري او المخزون اللي ببيعه سنجل بيريود، يعني الفتره واحده بس، مثلا حدث بيحصل والمنتجات بتاعته بتتباع زي كأس الأمم الأفريقية، المنتجات بتتباع في وقت كأس الأمم الأفريقية، مش هتتباع بعدها ولا هتتباع قبلها. والموضوع ده اسمه سنجل بيريود موديل، وبالظبط زي بائع الجرايد اللي لازم كل يوم يجيب عدد المحدد من الجرايد اللي عنده عشان ما يخسرش. اوكي، لازم يجيب عدد محدد بالظبط، عشان كده بتتسمى نيوز فيندور بروبلم. الفكره كلها ان انت مش هتتعامل على السنجل بيريود موديل بالايكونوميك اوردر كوانتيتي. الايكونوميك اوردر كوانتيتي هدفها انك تقلل التكاليف، ولكن هدف السنجل بيريود موديل هو انك تحط الكيو اللي تعلي عندك البروفيتابيليتي، تزود الارباح، وده تحسبها من خلال حاجه اسمها مارجنال اناليسز او التحاليل الهامشيه. ودارسين منكم اقتصاد اكيد عارفين يعني ايه المارجنال اناليسز وبتحسب ازاي. والفكره انك بتجيب الكوست اوف شورتج سي سب اس على الكوست اوف شورتج زائد الكوست اوف اوفريج او الكوست اوف اكسس. الكوست اوف شورتج هتساوي السيلز المبيعات او سعر الوحده الواحده ناقص الكوست ناقص التكلفه، يعني الربح. وده طبيعي، لو ما فيش عندك وحده فده اللي هتخسر. طب كوست ان انت يبقى عندك زياده هو سعر تكلفه المنتج نفسه، ولكن انا ممكن ابيع الجريده دي اللي هتفضل عندي لتاني يوم بسعر مخفض، مثلا ان هي بتتباع بجنيه 2 جنيه، انا ممكن ابيعها ب 50 قرش ب 25 قرش، فهتبقى تكلفه الوحده ناقص القيمه اللي انا هبيعها بيها اللي هي السالفج فاليو، واحسب الاثنين دول مع بعض. ده المثال اللي هيوضح لي السنجل بيريد موديل بيتم فيها الكالكوليشن ازاي. انا عندي الافريج ديماند او الميو 120 جريده في اليوم، الستاندرد ديفيشن 15 جريده، يعني ميو 120 وستاندرد ديفيشن اوف 15. انا محتاج احدد عندي هنا اتنين باراميترز عشان اقدر اطلع السيرفيس ليفل عندي، الكوست اوف شورتج تكلفه ان انا ميبقاش عندي منتج، والكوست اوف اوفريج تكلفه ان انا يبقى عندي منتجات بزياده مش هتتباع. تكلفه الشورتج اتفقنا ان هي تساوي البرايس ناقص الكوست اللي هو هامش الربح بتاعي. البرايس 1.25 ناقص 0.70 هتبقى 0.55. الربح ده هو اللي هيبقى خسارة عليا لو انا ما عنديش مخزون. الكوست اوف اوفريج او الكوست اوف اكسس 0.70 اللي هو اتفقنا ان دي هتبقى السي تكلفة المنتج، ناقص 0.30 اللي هو قيمة السالفج اللي انا هقدر ابيع بيها الجريدة او المنتج بعد فترته اللي هتبقى اس، هتساوي 0.40. هعوض القيم عشان اطلع السالفج فاليو عندي يطلع 0.79، يعني مستوى خدمة العملاء عندي 57.9%، وهو ده الأوبتيمم سيرفيس ليفل اللي أنا أعمله عشان أعلي الإيرادات بتاعتي كأقصى ما يمكن الأرباح بتاعتي. من الجدول طلعنا إن 0.579 بتساوي 0.20، 120 زائد 0.20 في السيجما، السيجما اللي هي كانت 15، يعني 0.20 في 15 بـ3 زائد 20 123. ريسك اوف ستوك اوت احتمال ان ميبقاش عندي مخزون، 1 ناقص 0.59 42.2%، مش هيبقى عندي مخزون للناس اللي جايين ياخدوا جرايد. وده مش معناه ان انا مش هحقق ارباح، لا هحقق ارباح، ولكن المقصود بمستوى خدمه العملاء اللي هيبقى موجود عندي ان انا افضل محافظ على الكاستمرز والعملاء اللي موجودين معايا. لكن في السنجل بيريودز اللي بتبقى فترات متقطعه زي دي، بيبقى هدفك مش ان انت تحافظ على مستوى خدمه العملاء، ان انت تحصل حاجه مره واحده. هدفك ان انت تعلل او تماكسمايز البروفيتابيلتي بتاعتك، فانت بتحدد الكيو
او الكميه الاقتصاديه في الوقت ده، دي مش الكميه الاقتصاديه للطلب، دي الكميه اللي بتحقق لك اعلى ربحيه. اوكي، فمستوى خدمه العملاء فيها دايما هتلاقيه متدني زي كده. طريقه تانية من طريقه الانفنتوري كنترول سيستمز هي الفيكسد بيريود سيستمز. الفيكسد بيريود بتعتمد على ان انت بتعمل ريفيو او بتشوف مستويات المخزون بتاعك كل فتره معينه، وبتعمل ليميت للانفنتوري. لو جينا نشوف كده مثلا، وقلت ان انت هتشوف في النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي بين كل واحده والتانيه مثلا اسبوع، ولكن في عندك سقف تارجت انت مش هتعديه في الانفنتوري، والانفنتوري عندك بيستهلك مثلا وصل لحد النقطه دي هتطلب الكميه دي بس، تطلب تاني وصل عندك هنا هتطلب لحد التارجت انفنتوري بتاعك، وهكذا. انت فهمت ان انت مش هتطلب اكتر من التارجت اللي موجود عندك، وبتعمل ريفيو كل فتره ثابته، عشان كده اسمها فيكسد بيريود سيستمز. ده نفس الشكل اللي احنا رسمناه، هو بيقوله هنا تاني. والفكره ان الكيو عندك هنا متغيره، انت كنت قضينا وقت طويل قوي وان احنا عايزين نحاول نحدد الكيو دي بتساوي ايه، وقلنا ان هي بتساوي الايكونوميك اوردر كوانتيتي، ولكن هنا الكيو هتبقى متغيره. متغيره ليه؟ لان انا عندي تارجت، مهما حصل مش هطلب اعلى من التارجت. بكده يبقى احنا وصلنا لنهاية فيديوهاتنا عن الانفنتوري، واتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا وقدرتوا تطلعوا بتعريف واضح وحطيتوا ايدكوا على النقاط المهمة في الانفنتوري مانجمنت: اي بي سي اناليسيس، سايكل كاونت، البريودك كاونتنج، اوردر كوانتيتيز، ري اوردر بوينتس، والسيفتي ستوك. وبدعي من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اكون وفقت في ان انا قدرت اوصل معلومة ليكم عن الانفنتوري، وان شاء الله نتقابل في توبك التانية عن السبلاي تشين مانجمنت. شكرا ليكم.